سياده النائب حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل الوطن، بنرحب بحضرتك النهارده. اهلا بيك. اهلا. راي حضرتك ايه اللي ممكن تضيفه تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين للحياه السياسيه والبرلمانيه في مصر؟ اكبر حاجه بتضيفها التنسيقيه انها جمعت شباب مختلف من احزاب مختلفه من اراء مختلفه اذا كان احزاب او مستقلين، وبتخليهم او عملت المعادله دي ان هم ما بيقعدوا مع بعض مع اختلاف ارائهم بيعرفوا يطلعوا بنتيجه معينه او ورقه معينه، ودي حاجه لازم ننميها مش في شبابنا بس، الحقيقه في شعبنا كله، ان اختلاف الاراء ما دام في المصلحه لا ده بيصب في الاخر في مصلحه البلد. لازم يبقى في اختلاف اراء، ولازم بس الفرق ان انا استفيد ازاي من الراي المخالف ليا اخد منه، ما بقاش القصه دايما احنا تعودنا ان لو حد قال راي غير رايك بتبقى انت واخد صفه مهاجمه او غير. ده اللي التنسيقيه عملته، واتمنى نجاح هذه التجربه على شكل اوسع ان شاء الله. حضرتك البرلمان القادم ممكن يختلف ايه عن البرلمان الحالي الموجود؟ التنوع فيه اكتر، الشباب فيه اكتر، المراه فيه اكتر، تنوع الاحزاب نفسه اكتر، ضامنين ان الى حد ما كل الاصوات في كل الاتجاهات ممثله، وبالتالي على ما اعتقد هيبقى برلمان بيمثل قطاع اكبر من الشعب وافكار اكتر هقدر اقول من الشعب. اخيرا، الاجراءات اللي اتخذها حزب مستقبل الوطن تجاه بعض الفيديوهات اللي تم تداولها سواء كانت صحيحه او خاطئه، بس الاجراءات اللي تمت ايه؟ احنا يعني اتعودنا واحنا سياسيين فتعودنا على الحرب دي خصوصا في وقت الانتخابات، والعجيبه بس ان في حاجات كمان بتتداول زي منشورات او قرارات طالعه مننا وهي مش طالعه مننا البيان، ودي حاجه خطيره جدا انك تعمل بيان من حزب على انه طالع من حزب وهو الحزب بيقول لك لا والشخص نفسه بيقول لك لا. اللي احنا ماشيين فيه متعودين شويه، بس اتجهنا برضو للحاجات الخطيره دي لاتخاذ الاجراءات القانونيه، واظن ده حقق اي حزب. ان شاء الله بالتوفيق في اللي جاي وفي المرحله اللي جايه ان شاء الله في الانتخابات. شكرا. شكرا لحضرتك. شكرا.